مشروع العيال المقوى زي ما قلت شغال من 2011، من شهر سبتمبر 2011، مستمر لحد النهارده، ولسه باذن الله هيكمل المرحله الثالثه قريب. مشروع العيال المقوى ببساطه شغال على قضيه محو الاميه في مصر. ملف الاميه احنا شايفينه في صناع الحياه مساله امن قومي، شغالين عليها من 2011 من بعد الثوره على طول، لما لقينا انه لا يمكن اي بلد تتقدم او يبقى فيها نهضه واكثر من 40% من شعبها ما بيعرفش يقرا ويكتب. قصه الاميه بتاعه القرايه والكتابه دي انتهت في العالم كله من زمان، لكن لسه مستمره هنا في مصر. اكثر من 40% من المصريين مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، اغلبهم في القرى والنجوع. مشروع العيال المقوى بدا في 8 محافظات، كان منهم المنيا، ولسه مستمر لحد النهارده. لحد النهارده علمنا اكثر من 120 الف اميه واكثر من 150 الف امي في كل المحافظات دي، بالتعاون مع الهيئه العامه للمحو الاميه وتعليم الكبار، وبرعايه من مؤسسه فودافون لتنميه المجتمع. قررنا اننا نكمل في المشروع لاننا لقينا ان دي فعلا حاجه ماسه اننا نكمل في المشروع. الاميه فعلا مفيش بلد بتنهض او تتقدم الا لما يكون ليهم الشعب كله ليه فرص متكافئه في التعليم، خصوصا ان مصر في تقرير التنافسيه العالميه جت رقم 148 من حيث جوده التعليم. ده بالنسبه لمشروع العيال المقوى. بالنسبه ليو ان في اوورد او جائزه الامم المتحده للمتطوعين، خدتها في شهر 8 اللي فات، انا ويحيى رضا من مبادره اوبن اي تي لتعليم البرمجيات مفتوحه المصدر، وزينه الناحل من مدرسه النيل. كنا خدنا الجائزة احنا التلاتة بإذن الله هنمثل مصر في ريجنال كومبيتيشن لليو ان في عن قصص تطوعنا في مؤسساتنا في مصر. اليوم النهاردة الاحتفال بتأسيس الأمم المتحدة في جنينة الأسماك، يوم لذيذ جدا. اتكلمت فيه عن المبادرة، عن العلم وقوة، وعن الجائزة، وفي فرق زي وسط البلد وزاب ثروت، في مؤسسات كتير جدا تابعه للامم المتحده وغيرها زي الاي ال او، اليو ان دي بي وغيرها كتير، واليونيسف، الى جانب مؤسسات تانية زي واي بير وغيرها. يوم لذيذ جدا، مفيد، تعرفت فيه على ناس كتير جدا.